السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة على المهد المنتظر، وعنوان الحلقة إعلان عن الاعتزال. إعلان عن الاعتزال لمدة من الزمن، بلاغ لكل أحباب في الله. أنا أحباب الله بدي أعتزل اليوتيوب، الله أعلم قديش، هاي علم عند الله. لأني والله يا أحباب الله أسرجك أسبابي، وإن شاء الله راح أرجع عندما يأذن رب العالمين. بس الأسباب اللي خلتني أفكر في الموضوع هذا، سورة الأعراف 188 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني كل أملك، أي إنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني الله مش يقول النفع أو مش يقول الضر. ولو كنت أعلم الغيب، وهذا للجميع، لاستكثرت من الخير، أعمال خير، والسابقون بالخيرات، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وتركوا هذه الآية للمهدي، لأنه ما بيستخدم الخير كثير، وتركوا شيء الخير وتبحثوا على الأشرطة راح تعرف الموضوع، لأن الموضوع طويل. بس أنا بدي أورجيكم ليش بدي أعتزل. سورة الصاد من 30 لواحد 31 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أحباب الله، ووهبنا لداود سليمان، يعني الله وهب ابن لداود اللي هو سليمان، وقال عنه، وصفه: نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. يعني عند العشاء إذ عرض عليه الصافنات الجياد، اللي هي الخيل الأصيلي اللي كان معدها للحروب، وقاعد يشاهدها، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أسمع شو بقول اليهود والنصارى، إنه سيدنا سليمان غابت الشمس لأنه بحب الخير أكثر من ذكر ربه اللي هي الصلاة، فراحت عليه صلاة المغرب. عندهم صلاتين وسووها ثلاثة، صلاة الشروق وصلاة الغروب، فغابت الشمس. شو بقول النصارى؟ فقال: ردوها إلي، يعني ردوا الشمس. فرجعت الشمس، قالوا صلى صلاته. بعدين قال: مسخ الخيل وقتل وقطع روسها وجريها. والعياذ بالله من هيك أفكار. إذ عرض عليه بالعشية الصافنات الجياد، شاهد قدامه الخيل المعدة للقتال من الخيل الأصايل، انبسط، التهى فيها، لأن أقول الخير في لصية الخير، فالتهى عن ذكر ربه حتى توارت بالحجاب. شو توارت بالحجاب؟ مش الشمس يا ناس، الخيل الصافنات الجياد اختفوا عن عيونه. فقال: ردوها علي، يعني جيبوا الخيل عندي، لأنه استعظم حاله، استعظم، قلت شو هذا الخيل اللي، شو هذا العز اللي أنا فيه. نسي رب العالمين شوي، لأنه إيش؟ عن ذكر ربي، اذكروني أذكركم، لقد أتيناك من لدنا ذكرى، الذكر والكتاب. فالتهى بنظره إلى الخيل عن ذكر الله، هاي معناتها. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، اللي هي الصافنات الجياد، الخيل مش الشمس،
وما راحت عليه صلاة، بس تذكر انه لا، ذكر ربه افضل بكثير من الحال اللي فيها. فجاب الخيل تواضعا لله سبحانه وتعالى، فطفق مسحا يمسح على رقابهم وعلى جريهم. كيف السايس بهديهم؟ لأنهم تعبوا وعرقوا، لأنه عرضت عليه بالعشرين. فهمت علي أحباب الله؟ فأنا عشان بحب ذكر ربي عن حب الخير كله، عشان هيك بدي اعتذر شوي. أنا والله أحباب الله كنت أتلو القرآن والتلاوات، أصلي صلوات، أذكر الله ذكر عشرات الأضعاف من اللي كنت أسوي، اللي بسويه هسا وأنا بنزل أشرطة. فعشان هيك بدي أحاول أدرس القرآن من جديد. أنا عندي آلاف المواضيع أنزلها، بس لا، بدي أدرس القرآن من جديد وأتدبره وأتفكر فيه، لأنه ما في عندي أغنى منه. وأنا والله يا أحباب الله بتعرفوا قديش بحب كل خير، وبإذن الله إذا الله طال في عمري وسمح لي أرجع برجع. اللهم يعني أنا ما تزعلوا مني يا أحباب الله وتقولوا هجرنا وتركنا، يمكن المدة ما تكون طويلة، الله أعلم. بس أنا هيك كل على الفيسبوك كثير مرات سويتها، أربع خمس مرات، ست مرات، مرات يعني أكثر مرة جبت على الفيسبوك خمس أشهر، مرات أسبوعين، مرات ثلاثة أيام. فهمت علي أحباب الله؟ هاي صار لي خمس ست أيام ما بفتح الفيسبوك، ما عندي وقت. عشان هيك بدي أحاول إيش أبتعد شوي صغير عن يوتيوب، شوي صغير أرجع للفيسبوك لأني أهملته طويلا، في شغلات كثيرة لازم أضبطها فيها، وبعدين إن شاء الله يمكن أعتزل من الفيسبوك وأفرغ لله سبحانه وتعالى. فأنا منزل حوالي 1350 شريط، يعني تراجعوا فيهم وشاهدوهم أحباب الله، والله فيهم الخير الكثير. اللهم اجعل مثل يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.